منذ أسبوع ينتظر سائقو الشاحنات المحملة بالأدوية والعلاجات الطبية في سيطرة مدخل الموصل الشمالي للسماح لهم بالعبور والوصول إلى المحافظات الأخرى، انتظار مقترن بخسائر مادية كبيرة لأصحاب هذه الشاحنات التي لم تطفئ براداتها خوفا من تلف حمولات الأدوية داخلها. من أهم وصلني بسلامة وإجراءاتي كلها قانونية، كتبي كلها رسمية، بس وصلني بسلامة وبدون تأخير. هذا التأخير علي من مخليني، علي من مخليني منومني 14 يوم بالموصل، علي من، بس مجرد من سيطرة سد الموصل للقمارق الشمالية 5 أيام أنا نايم. تأخر وصول الأوراق الخاصة بهم إلى جمرك المنطقة الشمالية دفع الأخيرة إلى احتجازهم وعدم السماح لهم بالعبور، ما دفعهم إلى إطلاق نداءات استغاثة لوزارة الصحة والحكومة المركزية لإنهاء معاناتهم بأسرع وقت ممكن. كل عندنا أوراق ثبوتية وجاهزة وكليتها ومنافسات أصولية وكلها وكتاب وزارة الصحة كلها موجود وكلها مكملين، بس جابونا لهنا على مود بس يضبطونا، بس يحطونا سيلة ويسوقونا الجاف، يريدون كتاب ما نعرف شنو الكتاب اللي يريدونه. الروتين والبيروقراطية يحولان دون الإفراج عن هذه الشاحنات بحسب سائقيها الذين أكدوا تنظيم محضر ضبط بحمولاتهم وسحب مفاتيح السيارات وأوراقها إلى حين ورود الموافقات الخاصة بعبور الحمولات. أخذوا سنوياتنا، أخذوا سويتشاتنا، أخذوا مستمسكاتنا وطلعوا برا. إحنا يا أدوية بشرية، يفترض البراد نشغله، من يطلع يشغل البراد؟ يطلع موظف من الدائرة يشغل البراد؟ من يتحمل مسؤولية؟ وبالتالي هو كل الإجراءات قد ما نتأخر هنا، بالتالي سيلة ويصعد وياي مامور وتطلع وياي مفرزة يسوقني الجمرك الجاف لبغريب البغداد. 30 شاحنة محملة بمئات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة باتت معرضة للتلف وتكبد أصحابها خسائر مالية كبيرة رغم امتلاكهم أوراقا تثبت سلامة شحناتهم وخضوعها للمواصفات المطلوبة. من الموصل محمد سالم، UTV.